اهلا بيكم كل طلابي طلاب الصف الاول الابتدائي، مكملين مع بعض منهج كونكت. خلصنا يونت 5 وهناخد النهارده اكسرسايزز كده عليه، وهناخد اكتيفيتيز من كتاب المعاصر بيج 161. متابعين مع بعض؟ نفتح الصفحه مع بعض كده، وعايزاكم بقى ايه تحلوا. انا هحل معاكم، انا ماسكه القلم اهو، وانتوا كمان امسكوا القلم افتحوا الكتاب وابداوا حلوا معايا. هنقرا اول سؤال مع بعض. بصوا كده، ها جاهزين؟ نمبر 1، سيركل ذا بيكتشر. سيركل ذا بيكتشر، حط دايره على الصوره الصح. كلمه، مديني كلمه هقراها واشوف ثلاث صور اللي قدامها ايه الصوره الصح فيهم. ها كلمه فاذر، فين الصوره الصح؟ اهي، حط السيركل عليها. طيب بعد كده كلمه ايه؟ ماذر. ماذر، كلمه ام، فين الصوره الصح اللي تنفع كلمه ام؟ ها دي بنت صغيره، لا دي لا دي تيتا حد كبير، لا. ها يبقى اهي. طيب براذر، ها ده برضو جد وده اب، وها ده اخ. براذر معناها ايه نفتكر؟ اخ، صح. طيب هنا صوره جراند ماذر ولا فاذر؟ ها دي صوره مين؟ جده، صح. يبقى جده يعني ايه؟ ها جراند ماذر، صح. طب دي صوره ايه؟ ميه، صح. كوبايه اهي شكلها جميل. ها تري ولا ووتر؟ ها ووتر. طيب تي في ولا تي؟ التلفزيون يعني ايه؟ ها تي في. طيب الاكسرسايز الصغنن ده هنعمل الاف كابيتال واف سمول، والتي كابيتال وتي ايه سمول. ده هوم ورك صغير ليكم، هوم ورك، خلاص اكتب عليه هوم ورك كده. طيب turn the page، نقلب الصفحة، وماتش انتوا بتحبوها، وصل. تي تي، كلمة تي، كلمة تي يعني ايه؟ شاي، صح. فين صورة الشاي هنا؟ فين 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 فين؟ اهي. طيب يبقى هوصلها بيها، انا عملت سيركل هنا. تري، فين التري الشجرة؟ فين فين؟ اهي. فين فلاج، علم، فلاج اهو. طيب سيركل ذا كوركت وورد، حط الدايرة على الكلمة الصح. نقط از ماي براذر، عايزة اقول ايه؟ اتفضل اخي، ولا هقوله ايه؟ هذا يكون اخي، صح. يبقى مين صاحبة is؟ ها مين اللي بتيجي معاها على طول؟ this. this is my brother. طب وهنا this is my father ولا mother؟ هي دي مين؟ mother طبعا. طيب بيقول لي هنا listen and circle through all fours. هنستمع ونحط دايرة على علامة true أو علامة الخطأ. الفولس دي family، كلمة هنا family والصورة صورة عيلة، صح ولا غلط؟ أيوة صح، يبقى هحط الدايرة على علامة الصح. طب هنا دي صورة أب ومكتوب سيستر، صح ولا غلط؟ طبعا غلط، لأن أب فاذر مش سيستر. طب وهنا تي في، تلفزيون، صح ولا غلط؟ ها تي في تلفزيون، أيوة يعني صح، تمام كده. طيب هنا بقى في الكراسة التانية الانتراكتيف، الكراسة الكبيرة بتاعتنا، هنلاقي برضو أسئلة هنا على يونت 5 هنطلعها مع بعض. بصوا كده، هنفتح بيج 44. هنفتح بيج 44 كده يا ولاد اهو، في الكراسة دي. بصوا اهي كراسة الانتراكتيف نوت بوك، كراسة كبيرة شوية، تمام. هنفتح 44، بصوا معايا كده. نمبر 2 كده، هي الورد براكتس. بصوا ايه بقى؟ choose and write the word، اختار الكلمة واكتبها. this is my، ايه الصورة دي؟ صورة مين؟ ها صورة مين؟ تعالوا كده نختار، نشوف الكلمات المكتوبة، father ولا sister ولا mother؟ ها father، يبقى هعمل ايه؟ احط تحتيها لاين كده، خط، واكتبها تحت هنا فاذر، صح كده.
طب هنا this is my مين؟ ها مين دي؟ sister أخت صح؟ حط خط عندها وأكتبها هنا sister. طيب تعالوا نحل مع بعض دي. بصوا معايا هنا، هو معناها ايه؟ هو معناها من، بسأل بيها عن الأشخاص، بسأل بيها عن ايه؟ الأشخاص. هو نقط this. طب الكلمات اللي عندي ايه؟ this، ما ينفعش احط this جنب this صح؟ يبقى لا مش هختارها. طيب is، استنوا اما افكر. طب are، لا ما ينفعش are. تنفع مين؟ is على طول. ليه؟ عشان this صاحبتها is، عشان this صاحبتها is. طالما شفت this لازم احط مين؟ is على طول. طيب نقط is my brother، مين اخويا؟ ها هذا، هذا هذا يعني ايه؟ ايه ده برضو اهي، ادي is صاحبتها مين؟ this. يبقى هكتب هنا this، this is my brother. خلاص تمام. طيب بصوا الهومورك بتاعنا اهو بيج 44 في الكراسة التفاعلية دي. هنكتب، هنمشي على السنتنس الخطوط اللي هنا. Who is this؟ من هذا؟ This is my grandfather، هذا جدي. تمام خلاص، يبقى أنا عندي ده الهومورك بتاع النهاردة في كراستنا دي الانتراكتيف نوت بوك. خلاص في بيج 44 هو ده الهومورك بتاعنا. إن شاء الله بقى نتقابل إيه في يونت 6 إن شاء الله.